السلام عليكم. هنكمل النهاردة الجزء التاني من الالكتروستاتيكس. هنتكلم على الكونيكشن بتاع الكاباستور زي المقاومات بالظبط، برضو المكثفات في نوعين من التوصيلة لها، اللي هو السيريس كونيكشن والبارل كونيكشن. طيب تعالوا كده نتكلم عن السيريس كونيكشن. لو انا عندي ثلاث مكثفات مثلا موصلين توالي مع بعض ومتوصلين على مصدر جهد، طيب خلينا نقول اني نفتكر القانون اللي كان بيقول ان الكيو بتساوي السي في الفي، اللي هي الشحنة المخزنة داخل المكثف بتساوي الكاباستنس ساعة المكثف دوت في الجهد المطبق عليه، تمام؟ طيب فلو عايزة اجيب الفي بس لوحدها تبقى الفي عبارة عن الكيو على السي، تمام. طيب هو الجهد بتاع المصدر مش هو عبارة عن مجموع الجهد اللي في المكثف الأولاني والجهد اللي في المكثف الثاني والجهد اللي في المكثف الثالث؟ طيب لو جيت عوضت بدل الـ Vs اللي هو الجهد بتاع السبلاي، قلت الـ Q على الـ C equivalent اللي هي السعة المحصلة للثلاث مكثفات اللي موجودين قدامنا موصلين بالتوالي، وجيت شلت الـ V1 وقلت Q1 على C1، طيب الشحنة اللي مخزنة في المكثف الأول على سعة المكثف الأول، وشلت V2 وقلت Q2 على C2، وشلت V3 وقلت Q3 على C3. طيب مش المكثفات دي مواصلة بالتوالي، يعني إيه؟ يعني الشحنة اللي موجودة في المكثف الأول هي نفسها اللي موجودة في المكثف الثاني، هي نفسها اللي موجودة في المكثف الثالث، قد تختلف السعة بتاعتهم ويختلف الجهد المطبق على كل واحد منهم، ولكن الشحنة اللي مرة فيهم واحدة. طيب هوصلها لك بطريقة أسهل، زي ما كنا بنقول كده في المقاومات إن التيار اللي مر في المقاومات اللي موصلة مع بعضها بالتوالي بيبقى واحد. لو كان عندي ثلاث مقاومات R1 وR2 وR3 موصلين بالتوالي، كنت بقول إن I1 بيساوي I2 بيساوي I3 بيساوي التيار الكلي اللي خارج من الإيه؟ من المصدر. يعني تخيل معايا لو أنت عندك دايرة كهربية فيها ثلاث مقاومات R1 وR2 وR3 موصلين على مصدر جهد، كان بيبقى التيار اللي خارج من المصدر هو التيار اللي في R1، هو التيار اللي هيمر في R2، هو التيار اللي هيمر في R3، تمام. طيب مش هو التيار اللي هو الاي ده عبارة عن dQ باي dt؟ لو تفتكرها من الثانوي ان التيار كان الاي بيساوي dQ باي dt، هنا في المكثفات الشحنة اللي هي الكيو بتقابل التيار اللي كان موجود في الايه المقاومات، تمام. عشان تسهلها على نفسك ان هنا في المكثف الشحنة اللي هي الكيو زي التيار اللي كان موجود في المقاومات، هناك كان التيار واحد في حالة التوصيل اللي بالتوالي، هنا الشحنة واحدة في حالة التوصيل اللي بالتوالي، وبالتالي فكيو اللي هي الشحنة الكلية بتساوي Q1 بتساوي Q2 بتساوي Q3. وبالتالي لما اقول ان الشحنات كلها متساوية فمشي كيو مع Q1 مع Q3، تمام. يبقى قال ان واحد على C equivalent بيساوي واحد على C1 زائد واحد على C2 زائد واحد على C3، اللي هو نفس القانون لو تفتكروا بتاع توصيل المقاومات التوازي كان زي كده، صح؟ كنت بقول واحد على R equivalent او R total بيساوي واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3، وبالتالي يبقى توصيلة المكثفات عكس توصيلة المقاومات، لاني استعملت قانون المكثفات يشبه القانون المستعمل في حالة المقاومات الموصلة بالتوازي. يبقى المكثفات اللي متوصلة بالتوالي القانون بتاعها بتاع حساب C equivalent السعة الكلية يشبه القانون المستخدم في حساب المقاومة الكلية في حالة المقاومات الموصلة بالتوازي. تعالوا نتكلم بقى عن البارل كونكشن اللي هو توصيل المكثفات على التوازي. انا عارفه ان الكيو بتساوي السي في الفي، طيب هي الشحنه اللي خارجه من المصدر ده قال لي الشحنه بتتجزء، احنا اتفقنا ان الشحنه في المكثفات مقابله للتيار اللي في المقاومات، فالشحنه بتتجزء على C1 وعلى C2 وعلى C3، وبالتالي فالشحنه الكليه اللي هي اديتها رمز الكيو هتساوي Q1 زائد Q2 زائد Q3. طب هي الكيو دي بتساوي ايه؟ بتساوي سي ايكويفالنت في الفي اس اللي هي الساعة الكلية في الجهد بتاع الاي سبلاي زائد سي 1 في الفي 1
زائد السي بتساوي سي 1 في الفي 1 زائد السي 2 في الفي 2 زائد السي 3 في الفي 3. تمام، شلت كل كيو حطيت بدلها القانون بتاعها اللي هو السي في الاي في الفي. طيب مش الثلاث مكثفات دول موصلين مع بعض بالتوازي، وبالتالي فالفي اس اللي هو الجهد بتاع السبلاي هو الجهد اللي على المكثف الاول، هو الجهد اللي على المكثف الثاني، وهو الجهد اللي على المكثف الثالث. تمام كده، وبالتالي السي ايكويفالنت لما اجي امشي بقى الفي اس مع في 1 مع في 2 مع الفي 3 كاني مثلا اخدت هنا عامل مشترك من السي 1 في 1 زائد سي 2 في 2 زائد سي 3 في 3، اخدت واحد فيهم عامل مشترك تبقى لي جوه مين سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3، ومشيت الايه عامل المشترك اللي هو الفي ده مع الفي اس، اصبحت السي ايكويفالنت بتساوي سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3. يبقى كده القانون المستخدم في حاله توصيل المكثفات على التوازي ان السعه الكليه عباره عن مجموع سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3. طبعا برجع اكرر الملحوظه اللي قلتها قبل كده ان توصيل المكثفات لقيته بعد الاثبات بتاع السيريس كونكشن والبارل كونكشن اصبح ان توصيل المكثفات عكس توصيل المقاومات. انا كنت في حاله توصيل المقاومات على التوالي كنت بقول ان المقاومات المقاومه الكليه عباره عن مجموع المقاومات كلها، لا انا هنا بقول في حاله توصيل المكثفات على التوالي بستعمل القانون اللي هو اشبه بقانون توصيل المقاومات على التوازي، وفي حاله توصيل المكثفات على التوالي بستعمل قانون أشبه بقانون توصيل المقاومات على التوالي. تمام، يبقى بالتالي لو أنا عندي مجموعة مكثفات موصلة على التوالي بيكون كل مكثف فيهم ليه نفس الشحنة Q1 بتساوي Q2 بتساوي Q3، بتكون الجهد الكلي اللي خارج من السبلاي يساوي مجموع الجهد اللي في كل مكثف، وبالتالي بتصبح السعة الكلية أقول 1 على C equivalent بيساوي 1 على C1 زائد 1 على C2 زائد 1 على C3. طيب لو أنا وصلت توصيل بار كونكشن توصيل على التوازي بتكون الشحنة الكلية عبارة عن مجموع الشحنة اللي في المكثف الأول زائد الشحنة اللي في المكثف الثاني زائد الشحنة اللي في المكثف الثالث، وبيكون الجهد اللي خارج من السبلاي هو الجهد اللي على المكثف الأول هو الجهد اللي على المكثف الثاني هو الجهد اللي على المكثف الثالث، وبستنتج في النهاية ان الساعة الكلية في حالة التوصيل اللي على التوازي عبارة عن مجموع الساعات للمجموعة الموصلة بالتوازي كلها. يعني لو عندي ثلاث مكثفات موصلين بالتوازي تصبح C equivalent عبارة عن C1 زائد C2 زائد C3. نشوف كده اول مسألة عندنا في الشيت، بيقول لي what is the total capacitance of 1/10 مايكرو فراد and 5/10 مايكرو فراد كاباستور connected in parallel and in series. ده يعتبر تطبيق بسيط قوي قوي بثبت لك بس بيه القوانين. انا عندي مكثفين موصلين بالتوالي وعايزة احسب الساعة الكلية، وعايزة اقول لك لو وصلتهم بالتوازي الساعة الكلية بتاعتهم برضو بكام. يعني كأني عندي C1 ب1/10 مايكرو فراد وC2 ب5/10 مايكرو فراد. تعالى نتكلم في الاول، نخش بقى على السولوشن على الحل. تعالى نتكلم على البارل كونكشن. لو انا المكثفين دول موصلهم توصيل توازي الساعة الكلية عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن مجموعهم، يعني 1/10 مايكرو فراد زائد 5/10 مايكرو فراد، صح كده؟ تمام، أصبح السي إكويفالنت عبارة عن 1/10 زائد نص يديني 6/10 مايكرو فراد. تمام، أذكرك إن المايكرو فراد كان فيه قد إيه؟ كان فيه 10^6 فراد. تمام، فاكرين التحويلات دي، وإن البيكرو فراد كان فيه قد إيه؟ 10^12 فراد اللي هو كان الاختصار بتاعه بي إف. طيب والنانو فراد كان فيه قد ايه فراد؟ 10^9 فراد. يعني انا لو عايزه اعبر عن السي ايكويفالنت دي بالفراد اقول ايه؟ 6/10 في 10^6 فراد. تمام، طيب نرجع للمطلوب التاني اللي هو السيريس كونكشن. السيريس كونكشن كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان السي ايكويفالنت عباره عن C1 في C2 على C1 زائد الايه؟ C2. او ممكن اقول ان السي ايكويفالنت بقى عباره عن ايه؟ 1 على سي ايكويفالنت هيساوي 1 على C1 زائد 1 على C2. لو جيت واحد طبعا المقامات هيطلع لي ان السي ايكويفالنت عباره عن C1 C2 على C1 زائد C2 اللي هو كنا
بنقول في المقاومات الموصلة برر، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. وبالتالي فسي إكوبلنت عبارة عن 1/10 في 5/10 على 1/10 زائد 5/10. يطلع لي من هنا ان سي إكوبلنت عبارة عن ايه؟ عبارة عن 83/1000 مايكرو فارد. نشوف كده مثال تاني، نشوف فكرة تانية. Find the total capacitance of the network. شايف التوصيلة اللي قدامنا دي؟ عايزين نحسب التوتال كاباستنس لمجموعة الخمس مقاومات الموصلين مع بعض قدامنا. طيب لو جيت بصيت كده هلاقي ان C1 و C2 موصلين مع بعضهم ازاي؟ برر. يعني ايه؟ يعني ليهم نفس البداية وليهم نفس الايه؟ النهاية. تمام. طيب بعد كده هلاقي ان C3 موصلة مع المحصلة بتاعتهم بالتوالي، صح كده؟ وان المحصلة اللي ناتجة من الفرع اللي فوق مع الفرع اللي تحت هلاقيهم توازي مع بعض، الكل توالي مع C5. تمام. دوت تفكيرك اول ما تبص ليه النتورك اللي قدامنا دي. تعالوا بقى ناخدها واحده واحده كده. اول حاجه انا بقول ان C1 و C2 موصلين مع بعض برل. طيب نفتكر كده مع بعض القانون المستعمل في حاله توصيل المكثفات بالتوازي. كنت بقول ايه؟ ان C equivalent بتساوي C1 زائد C2 اللي هو عكس القانون بتاع الايه؟ المقاومات. تمام تمام. طيب وبالتالي سميت السي ايكوفالنت لل C1 والسي 2 مع بعض، سميتها C12 بتساوي C1 زائد C2. طيب C12 بتساوي ايه بقى؟ C1 كانت بتساوي 2 مايكرو، C2 بتساوي 2 مايكرو، وبالتالي C12 بتساوي 4 مايكرو فارد. جميل. طيب بعد كده المحصلة بتاعتهم اللي هي C12 دي مالها؟ موصلة مع C3 مع الكاباستور الثالث، موصلة معايا ازاي؟ بالتوالي. وبالتالي الساعة المحصلة سميتها C123 تساوي C12 في C3 على C12 زائد C3. تمام كده؟ تمام. طيب يبقى C123 بتساوي ايه؟ C12 اللي هي 4 في C3 اللي هي B6 على C12 اللي هي 4 زائد C3 اللي هي ب6، تطلع بكام؟ ب2/4 مايكرو فارد. تمام كده. طيب اللي زي ما اتفقنا حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. بعد كده C123 اللي هي اصبحت في الفرع اللي فوق مع C4، ايه علاقتهم مع بعض؟ علاقتهم انهم موصلين مع بعضهم توازي. سميتها C1234. طيب عبارة عن ايه؟ بدل موصلين توازي يبقى المجموعة، يبقى C123 زائد C4. تمام. تطلع لي ب2/4 زائد 6/10 اللي هي قيمة الساعة بتاعة C4 بتساوي 3 مايكرو فارد. طيب المجموعة دي كلها اللي هي C1234 اصبحت موصلة بالتوالي مع مين؟ مع C4. وبالتالي C1234 موصلة بالتوالي مع C5، يبقى C equivalent عبارة عن ايه؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. يبقى C equivalent عبارة عن 3/6 على 3 زائد 6، يعني 18/9 فيها الاتنين مايكرو فارد. نشوف كده مثال كمان. مديني مكثفين C1 و C2 موصلين بالتوالي مع بعض. بيقول لي ان الجهد اللي على المكثف الاولاني 15 فولت والجهد اللي على المكثف الثاني ب 20 فولت. الساعة بتاعت المكثف الاول 400 بيكرو فاراد. نفتكر كده مع بعض ان البيكرو فاراد كان بيساوي ايه؟ 10^(12) فاراد. What must be the value of C2؟ قلنا عندنا اني انا دلوقتي معايا C1 C2 موصلين مع بعض بالتوالي، ومديني الجهد اللي على المكثف الاول والجهد اللي على المكثف الثاني، ومديني ساعة المكثف الاول، وعايز يعرف القيمة بتاعة المكثف الثاني. طيب مش هما موصلين الاثنين مع بعض بالتوالي؟ مش C1 و C2 موصلين بالتوالي؟ وبالتالي احنا متفقين ان في حالة التوصيل التوالي الشحنة اللي على المكثف الاول هي الشحنة اللي هتتخزن في المكثف الثاني. يعني ايه؟ يعني Q1 بتساوي Q2. طب هي الكيو كانت بتساوي ايه؟ بتساوي C في ال V. وبالتالي ف C1 V1 بيساوي C2 V2. طيب هل انا عارفة C1؟ او عارفاها ب 400 بيكرو فاراد. هل عارفة V1 اللي هو الجهد المطبق على المكثف الاول؟ او عارفاه بكام؟ ب 15 فولت. طيب هل انا عارفة C2؟ مش عارفاها، هو ده المطلوب. هل عارفة V2؟ عارفة الجهد المطبق على المكثف الثاني؟ اه عارفاه ب 20. وبالتالي طلعت من هنا ان قيمة C2 ب 300 بيكرو فاراد.
ممكن حد يبقى عنده سؤال يقول لي ايه هو ليه السي 1 ما قلتش 400 في 10 اس سالب 12؟ طبعا دوت مش غلط ولا اي حاجه، بس انا عوضت عنها بالبيكروفاراد وطلعت من الناحيه الثانيه سي 2 برضو بالبيكروفاراد، يعني انا خليت الوحده اللي موجوده في الحد اللي على الشمال بيكروفاراد في فولت، وخليت الوحده اللي موجوده في الحد اللي على اليمين بيكروفاراد في فولت برضو، تمام. لكن مش غلط ابدا ان انت كنت قلت 400 في 10 اس سالب 12 وكنت طلعت لي هنا سي 2 بقى بالايه بالفراد، لان انت عوضت تعتبر كده عن سي 1 بالايه بالفراد. لكن انا سبت سي 1 بالبيكروفراد وسي 2 طلعتها هي كمان بالبيكروفراد على اساس ان الحدين دول متساويين، واللي على الشمال بيكروفراد في فولت يبقى اللي على اليمين بيكروفراد في فولت، تمام. طيب كان ممكن هنا مثلا يجي يقول لي عايزة اعرف الجهد بتاع السبلاي نجيبه ازاي، دول مكثفين موصلين بالتوالي، اكيد الجهد بتاع السبلاي هيساوي الجهد بتاع المكثف الاول زائد الجهد بتاع الايه المكثف الثاني، صح كده. كنت ممكن قلت البي اس هنا هتساوي ايه، تساوي 15 زائد 20 هتساوي 35 فولت. طيب كان ممكن ايه تاني نشوفه مثلا في مسألة زي دي، كان ممكن يطلب مني الساعة الكلية لسي 1 والايه لسي 2، طيب مش هما الاثنين موصلين بالتوالي، وبالتالي تبقى الساعه الكليه اللي هي سي ايكويفالنت عباره عن ايه، نفتكر على طول موصلين بالتوالي يبقى عكس القوانين بتاعه توصيل الايه المقاومات، ده مكثفات بالتوالي، يبقى استعمل القانون اشبه بتوصيل المقاومات على التوازي، وبالتالي تصبح الساعه الكليه اللي هي سي ايكويفالنت عباره عن سي 1 سي 2 على سي 1 زائد سي 2. كلام سليم كده، تمام. طيب بعد كده نيجي نشوف ممكن تاني ايه يكون مطلوب، ممكن مثلا يكون طالب الكيو الكلية، الكيو الكلية ده الكيو الكلية عبارة عن السي اكويفلنت في الفي ايه في الفي بتاع السبلاي، تمام. طيب ممكن هي نفسها تبقى مين، هي نفسها كيو 1 هي نفسها كيو 2. طيب كيو 1 بتساوي ايه، بتساوي سي 1 في 1، طيب تمام. طيب كيو 2 بتساوي ايه، بتساوي سي 2 في 2، وهكذا. كل الحكايه انك تبقى عارف القوانين الاساسيه ان الكيو بتساوي السي في الفي. طيب لو عايز ده طاقه اللي هي الدبليو بتساوي ايه، نص السي في الفي تربيع. طيب لو عايزه ساعه محصله اشوف نوع التوصيل اللي عندي توالي ولا توازي. بكده خلصنا السكشن الثاني في الالكتروستاتكس، وبالتوفيق، واللي عنده اي اسئله يتواصل معايا. السلام عليكم.